مفاخر الأجناس لعباس محمود العقاد. الفخر بالأجناس قديم، لم تخل منه أمة ولا قبيلة، فما من جيل من الناس إلا وله فضائل يدعيها، وأنساب يرتفع بها أحياناً إلى آلهة السماء، وأحياناً إلى أعاظم القديسين فضلاً عن المناقب والصفات التي لا شريك له فيها من أجيال الأرض أجمعين. ولا غرابة في هذه الدعاوى إذا سوغتها ظواهر الأمة وساندتها القوة والثروة والكلمة الغالبة، ولكن الغريب أن تشيع هذه الدعاوى بين أمم لا قوة لها ولا مال ولا غلبة، وأنها ربما كانت في هذه الأمم أكبر مزعمة وأشد غرورا مما تكون في غيرها، كأنها هي عوض عما فقدته الأمة من دواعي الفخر الصحيح وعزاء ما تصب إليه من العزة والكرامة. وهي على كل حال أنانية قومية تجري على وتيرة الأنانية الفردية في الظهور أو الضمور. كان المصريون يرون أن المصري هو الإنسان الكامل، ثم تتوالى الدرجات بعده إلى السادسة، وهي درجة اليوناني عندهم في تاريخهم القديم. وكان اليوناني يحمد الله أن خلقه من ذلك الجنس. ثم جاءت العصور الأخيرة، فإذا كل أمة من أمم الحضارة الحديثة تزعم زعمها وتفتخر على الأمم الأخريات، وأصبح الفخر بين الأجناس علما. نعم، أصبح الفخر القديم الذي نشأ من الخرافات القديمة علما جديدا، له حرمة العلوم عليك وعلي، وعلينا أن نقر بها مؤمنين. ولكن العلم الجديد لم يكن إلا صيغة لتلك الخرافة العتيقة، ولم تكن له من نتيجة إلا تلك التي كان الأوروبيون يزعمونها قبل أن يكون لهم علم وقبل أن تكون للأجناس دراسة، وهي أنهم خير من في الوجود، وأن الحاكمين منهم اليوم أصلح الناس للحكم، وهم أصلح الناس للدوام فيه. وأما الأمم الأخرى فلا نصيب لها إلا نصيب النبع الذي لن يجوز له أن يطمع في المساواة الآن ولا في أي زمن من الأزمان. هكذا قال العلم الحديث، والعلم الحديث صادق شريف. فسواء قسمنا الأمم إلى آرية وسامية أو إلى شمالية وجنوبية أو بيضاء ذات ألوان، فالنتيجة واحدة في جميع هذه التقسيمات، وهي أن الأوروبيين هم أفضل من غبر وحضر، وأنهم هم السادة الأعلون الذين بينهم وبين المسودين الأدنين حاجز لا يعبر وتفاوت لا تدارك له، ما بقيت الأرض أرضا والسماء سماء. لقد فعلها النمساوي فريدريك هيرتز، وقال ما قال وأجره على الذي خلقه. قال لعلماء الأجناس المتعصبين: إنكم مخطئون، جد مخطئين، وإن أصلا من أصول الأمم المختلفة لا يخلو من أوشاب كثيرة يدخل فيها شرقيون وغربيون، وإنه ما من محمدة تدعى لأوروبا إلا وللأجناس الأخرى مثيلاتها، وما من مذمة تدعى على الأجناس الأخرى إلا وفي أوروبا قديمها وحديثها مثيلاتها. وأيد كل قول ببرهان. ولا يريد هيرتز أن يقف في الإنصاف عند شعب من الشعوب ولا جنس من الأجناس، لأنه يرى أن الفواصل بين أي شعبين في العالم ليست من البعد والحيلولة بحيث تستعصي على التقارب.